توجد منطقة بورنان بمدينة تطوان، حيث تبعد عن المحطة الطرقية الجديدة لتطوان حوالي ساعة من الزمن أو أقل مشيا على الأقدام، وعبر وسائل النقل ب15 دقيقة. تعتبر مياه عين بوعنان من المياه التي تتوفر على مواد صحية لجسم الإنسان وخاصيات تسهل الهضم وتفتح الشهية، أن من الجانب الروحاني فيها البركة كما تقول عامة الناس، كما أنها تتميز بجودة عالية من حيث صفائها ونقائها وخلوها من أي تلوث.
لك حبيتنا صغيرة ومزيانة عليا وفنانة صغيرة ومزيانة عليا وفنانة لك حبيتنا صغيرة ومزيانة قرية وفنانة صغيرة ومزيانة قرية وفنانة هكداك حبيتنا صغيرة ومزيانة قرية وفنانة صغيرة ومزيانة قرية وفنانة هكداك حبيتنا أي يا بنت بلادي بنت بلادي وسلموني عيني تعتبر منطقة بعنان من أهم المناطق السياحية والطبيعية التي تزخر بها مدينة تطوان العريقة. ارتبط اسم بعنان لدى أهل تطوان بالعين التي تتدفق مياهها العذب على مر فصول السنة، حتى اعتبرها البعض بمنبع الحياة لمن يفضل شرب المياه الطبيعية والتي لا تخضع للأدوية الكيماوية، لذلك اتخذ بعض الناس من مياهها مهنة دائمة، متخذين من بعض الأماكن كحي الباريو وسط المدينة أماكن مخصصة للمياه. ليست المياه العذبة لبعنان وحدها تسر الناظرين، وإنما الهواء والنسيم العليل والأشجار الكثيفة والظل الوفير ورطوبة الجو هم من أهم المميزات التي تغري الزائر وتجعله مرتبط بها. صغيرة ومزيانة قرية وفنانة صغيرة ومزيانة قرية وفنانة هكداك حبيتنا صغيرة ومزيانة قرية وفنانة صغيرة ومزيانة قرية وفنانة هكداك حبيتنا صغيرة ومزيانة قرية وفنانة صغيرة ومزيانة قرية وفنانة هكداك حبيتنا صغيرة ومزيانة قرية وفنانة أي يا بنت بلادي بنت بلادي وسلموني عيني بنت بلادي وسلموني عيني وصيني ليكي قلبي ما يغري وصيني ليكي. يلجأ العديد من الصائمين في إقليم تطوان إلى منطقة بعنان باعتبارها منبع الحياة الطبيعية، خاصة في الساعات التي تسبق موعد الإفطار من أجل التزود بالماء والاسترخاء وتسجيل الوقت والتنزه، حيث يصطفون في طوابر طويلة
قد يضطر المرء إلى الوقوف فيها لساعات، وهي عادة جاري بها العمل في هذا الشهر الكريم. طويل ومغلوق قلبي عليها محروق.